عنه ذاك. لا 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 وش هذا؟ أهم كم شاهي كنت؟ لا طبعاً تحت سبعين ما قصر أبو معيض والله أبو قصب يجي يجي أبو قصب نعم يروح ورا وش دي قريبا وجودة طيب الله أبو فديلي يا أخي مشتاق أبو فديلي يا أخي أبو يحيى تدري أنك قدر الله يحيى كبير اللي هو؟ هي والله ما ذوقي القطعة الصغيرة اللي كنت تعذبنا فيها اللي هو قلبك لا بعد طلعته من العلبه ليه؟ استحي يا جميل ذاك وصلت ولا ما وصلت؟ ها؟ ما فهم لك؟ والله ما ذوقي اوه بيع عن وجهكم والله يشوف اني قد حطيت عرض عند واحد من الشباب اقول لك بس لقينا قلب غيرك ابشرك بالله الحين 12 قلب والله فقدنا قلبك اتوقع ابو فهد اللي فقد اكثر شيء صح؟ القلب انا صادق القلب انا صادق صادق يا ابو فهد صادق انت اللي صار مني نص ساعه صادق انت لا يا صادق مجمر والله طبعا نص استوى عشان شحن ما شاء الله انا هنا استوى خلاص حلو حلو حيا الله ابو يحيى ما شاء الله حبيبي والله والله ما فيك يا عين وجهك الله يسعدك اقسم بالله ما فيك والله مشتاقين سلمان مخلد ايش قوم خاطرك شيل والله انا اقول لك تعبان لا 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 اليوم لا والله نديك الخبر احنا بعدين ترى اغلب العيال صاروا مضغوطين نفسيا والله والله ولا يهمك هذا يعني نديك الخبر بعدين بالعافيه يد احترقت تكفى معك خبر مستانس ايش قاعد تقول اللي عليك اخر ريالين في حساب وراحت اليوم ما هي محتاجه دعايه دخل ملايين والله العظيم جهزت انا وياك دعايه غلط لا 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 يا عيال لا يا عيال لا يا عيال لا يا عيال تعودني الشيطان وجودكم والله زياد خليك معي زياد مخلد انت رصيد السالفه رزق القريه بدا رصيد الحسنات قاعد يرتفع بعض التهديدات ما يصير والله اي والله ما هو مره الترقيعه شوي شوي اسمع ويحيى الخاطر الشين ما نمنا اليوم بخضيري كيفك قاعد اصب بالها وانا الحين ترى شرهنا عافوز ان شاء الله زبطنا الطبخه من احسن ما يكون ملحة من احسن ما يكون عرفت المطبخ لا والله للاسف فرق شيء بسيط بيننا وبين راجح وهيثم انا والشيخ هذا طال عمرك بديل وفازوا صلى الله عليه محمد سلام على قلبي والله عرفت مع البرد تشوف هذا اللي جبتوه معكم انتم بدر يوم جيت الله يعطيك العافيه وش اسمه الشيخ هذاك الرياض اي وش وضع ثلوج الرياض لا خلت ثلوج ايوه وين وانا شد عضل وانا شد عيال وانا شد يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال دقيقه انا منين مخلد مي ما موجود لا لا احمد سيد احمد سيد ايوه اسلم يا ابو مبارك فالسؤال بالبرد هذا كله اللي احنا جالسين نحسه ايه حلو لا واحد بيسوي مساج الجوله ما يسال ايه لا لا هات هل جاي الرياض نفس جونا حلو روماتيزيوم ايه شو اسمه والله مش ناخذ زين اقوى شوي اقوى هنا اقوى هنا اقوى لان ما في الله اكبر ما في بنيان ما في اي نعم اجل نطالب القريه بس في القريه تودينا الرياض والله في فارس عشان الدفع نطالب القريه تودينا الرياض عشان نزل العشاء صاحب باك المقسم ابو يحيى والله تزبط رجيب الخبز كثير رجال ذا قصنا قصة الثلوج اليمين ويسار وفوق وتحت في الشمال في عرعر اي والله من الشمال في العيال اذا دار وافقت انا عازمكم نطلع عثلج يقول حالك من الثلج والقصيم ايش وضعه؟ القصيم والله ما ادري هيدا مراسلنا في القصيم مراسلكم في يا حبيبي ابغى فيها اسمع برد ابو يحيى قل لي انا اسمع ما كله الحين موسمها اسال عنه الله هل في ابها ابو يحيى اعطيكم معلومه اعطيكم معلومه شباب ابو ذا برد شباب ان شاء الله اسمع معلومه اسمع حامد اسمعوا معلومه يا شباب اسمع بطل في حياتك بالله معلومه يا ابو يحيى نسمع مخلد يا الربع احسنت حبيبي بارك الله فيك يطول لي عمرك شباب ايش فرق المطر عن الثلج لما ينزل على الارض وين اللي انفع بينهم الثلج انفع لانه ينزل بحداوه ويجذبه انا اقول المطر انفع جاوب السؤال كله لا انا اجاوب مثل من حسيت تعبير خلد انت اسال يقول لي شو تجاوب اقول لك الثلج خليني اجاوب طيب انت سالت لا بعطي معلومه ابي اجاوب بعطي معلومه مره واحده بس واحد صغير كذا اتوقع انه الثلج مو كويس الزرع لانه يبرد يموت يثلج يا سلام عليك المطر يدخل بين الشجر بارك الله فيك ويعيش بس انت تخصصك جغرافيا ولا اوكي لا زراعه حلو بعطيكم المعلومة على رقم حراثة انزل اسلم
حصاده حصاده وين حراد ابو يحيى الثلج لا كذا اوفر حلوة الثلج ينزل في الأردن ولذلك تلقى ربيع الأردن ما شاء الله تبارك الله طاغي حلو يسمونه عندنا دماس صحيح مراد دماس ما هو خماس دماس الله عليك شوف دماس طامس ما تشوف شوف الرجل جاء واقف أو جالس ما تشوفه أوكي من العشب ما شاء الله نفس المحمس وش السبب وش السبب السبب طال عمرك الثلج لما ينزل على الأرض يجلس مدة طويلة فتمتص الأرض كل اللي فيه من فوائد الثلج الثلج ما هو مثلا ياخذ وقت الربيع اللي يطلع بعده الربيع طاغي شو اسمك ولذلك بشرفنا العرعر انها ما شاء الله انها ثلوج صح ايوه عرعر وضواحيه واللي حولها واليوم الفراج بعد المطبخ يقول عرعر وما ادري ايش واللي حولها صور فانا يسرني اعزمكم الربيع الجاي في هذه المناطق طال عمركم الله يحييك كل واحد يجيب خروفه معه يجي الله يهينكم لا لا عفوا قصدي يجي يلقى خروفه قدامه بيني بينك ابو 36 كل واحد يجي يلقى خروفه قدامه كل واحد هذا الكلام كل واحد يجي يلقى خروف قدامه سمعته يجيب ما ادري لا مو يجي قصدي يجي ويلقى خروفه قدامه اه يا زلمه ما عليه قام جنبه بعد هو عايش مخلد لا هو اللي اعرف انه المطر ينزل هذا كيف يجي ثلج طيب بالنهايه المطر حينما تنخفض درجه الحراره في السماء في السماء ايوه وتصل تحت درجه 15 او 20 درجه كيلو كيلو درجه درجه فهرنهايتي اوكي ايش درجه مئويه انت ما تعرف المصطلح هذا احترم الدوله تنزل قطره اوكي طيب بس قطره الماء القطره هذه لك معي تقدر لك معي تنزل القطره تجبس يصيبها فجاه يوم تنزل من الجو تجبس في الخاص تجمد تجيها تشنج تجمد تجيها تشنج تجمد تنزل على شكل ايش منها ما ينزل على شكل قطن منها ما ينزل على شكل برد ايوه حتى يقولون على شكل حبيبي فمعلومه اعطيتك اياها تاكد من هذه غلط لك عندي ثلج القطره تنزل تشبك حتى تبرد لا ما تنزل يعني انا اعيش حالتها والله الثلج بارد بالحار هديه تعطيها ايه بارد الله لا هذه نقطه والله انا ترى والله معلومات حلوه والله اوكي فلما ينزل هذا يا بدر بدر ثلج سالت سؤال كويس واتمنى انك لقيت اجابتك شفيت الان السلام عليك ابو تنزل هي مويه تنزل قطره لا لا خاف لا تنزل قطره عرفت تنخرع من الجو اللي بدرجه اي تنخرع تخاف يعني عقلها يلبس تنخرع تلخ مو تصير ترى لما تبرد مو تصير تكيك اوفر قالها قالها اوكي تنزل وش هي قطره ماء وشي خير وشي شكرا شكرا ولذلك ايش فرقه الثلج على البرد توقيت بس ما سالتوني بس خاطر بس خاطر شيء يا ولد انا سولف تسولف لا بحراج هلا تعال 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 والله لا لا البرد البرد يجي منه بس ابغى اشوف منه شخص كبير هذا ابو كبير البرد خاطر شين البرد خاطر شين يقول اوهيبي البرد سبحان الله غير الثلج مناعه ثلج يجي زي القطن لا يؤثر على السيارات ولا يؤثر على البشر ولا يؤثر على البيوت اللي هو الثلج إيه. لكن البرد اذا فلقت من هنا تجلس يومين ما ادري وين انت تطلع لك هنا تطلع لك عصافير عصافير اجل عرفنا وشلون ذاك اوكي يمكن اتوقع في حائل زتها في حائل في حائل اقول جد برديم وعراب هذه معلومات عن المطر والثلج اتمنى اني اثريتكم حلقه الازراء الحلقه الجايه عن الفقع هذا الله ويلكم وزبيدي ابو حبيبي الصدق مهما تتكلم عن البرد البرد عن الثلج والبرد نعم ما يمديك توصل اكيد والله يا جماعه الخير نروح احنا على قال تبوك تبوك الشمال الريات والعرب والله جلسه وروقان يبغى له حشتين عزبه تدفى تدفى تلبس لبس زين يا سلام لان بعض الشباب يروحون ما هو لابس هناك جوا الشباب يروحون ما هو لابسين زين خشمس بيري ولا يروح يجلس اذا كان ثلج غير خشمس بيري زي الوقت هذا الحين ايوه جلسه ولا اروع والله ينزل انا شفته والله شفت فيديو ابل
وينزل عليها الثلج. الله شفتها؟ لا اله الا الله. تحس انها كشت، تحس انها فل كامل. ابلع بعرين. والله الجو الجو بعرين خلاص. ها؟ احس انك تطورت. لا والله. باقي ابل. اسمع كمل كمل. والبل. كمل. خلاص صرت تشتغل زيك بالنيابه اللي يمسيك مايك. طارد الكنغر في استراليا وانت باقي متكي عندي. والله يا اخي ودنا. اي الصوت يقطع. ولا؟ في استراليا ما في ثمانية. الله يسعدك. وش ذا الزين؟ وش السعد؟ جهز لله حبيبي اخرعتنا عيونك الزينه. خلها خلها بس غيرت ابو يحيى بكره. لكن ميح تحيا يوم الكشفي. لا بس على ايام الجيل اليوم خميس. يا سلام. يعني الخميس جاي برايم نهائي. تحيا اللي تخير عليها الحال. يا عيال عيال زدك خلنا نتذكر بعض المواقف. يعني مثلا انا كان والله خاطري شين كان كنت ماخذ نظره عن فلان، كنت ماخذ نظره عن علان. خلينا نتذكر والله انها كانها معاذ قبل قبل اللي يبي شايف البرايم النهائي. يا شباب بسوي دور ان شاء الله. بسوي دور عن برايم النهائي اللي ما دخلوا برايم الهوامير مثل انا راجع فقط ما دخلت. راجع. انا راجع. انت راجع بس؟ انا وش عندك؟ كان بيع عن وجهه يا جدع. الدرع من اول شيء. ما دخلت؟ هذا ما دخل برايم. انا استعملت هذا برتقال على طول. برايم مش مسابقه دخل. اي والله صح انا وانتم. لكن هو ما اخذ دخل. عندي دوره لكم يا الثلاثي. انا عندك دوره فيها. كفو يا كفو يا غازي الشراري. لا لا كل موسم تنتظر لحظة الفوز الحاسمة على شاشتنا، لكن موسمنا هذا اختلف. فلديك فرصة لحضور الحفل الختامي لبرنامج زد رصيدك الخامس ومشاهدة